اول حاجه بنحب نشرحها دايما للسائل هي خريطه اسكندريه القديمه، وبنقول نبذه مختصره عن التاريخ اليوناني الروماني عشان بنربط الزائر وهو داخل بالتاريخ قبل ما يشوف القطع الاثريه. هنا عندنا زي ما احنا شايفين موقع مدينه اسكندريه القديمه. طبعا الاسكندر هو اللي اسس مدينه اسكندريه، هو جه مصر سنه 333 قبل الميلاد. في الفترة دي كان في مصر حكم الفرس، طبعا في أواخر الأسرات الفرعونية كان هناك احتلال فارسي، والمصريين أو الفراعنة في الفترة دي كانوا كارهين الاحتلال الفارسي وكارهين الملك الفارسي، لأن هو كان دايما ملك ظالم وكان بيسخر من الآلهة المصرية. طبعا ده ما تناسبش مع طبيعة المصريين كطبيعة دينية، عكس بقى ما الإسكندر عمله. الإسكندر لما جه في الفترة دي احترم الآلهة المصرية، والمصريين حسوا ان الاسكندر فاتح وليس غازي، يعني ساعدوه ان هو يتخلص من الغزو الفارسي علشان يقدر ان هو يفتح الاسكندريه او يفتح مصر وتكون اسكندريه هي العاصمه الجديده للامبراطوريه بتاعته. في البدايه الاسكندر ما كانش مخطط ان الموقع ده يبقى مدينه، لكن هو كان حابب يزور واحد سيوة عشان يزور معبد الاله امون، عشان يعمل زي اي ملك فرعوني ان هو ابن اله. فهو في طريقه للمعبد سيوة شاف الموقع مدينه اسكندريه، اعجب بالموقع لان هو قطعه من اليابس زي ما احنا شايفين الجزء الاصفر ده، محصور بين البحر المتوسط في الشمال وبحيره مريوط في الجنوب. حس ان الموقع ده ممكن يكون موقع تجاري، يكون عاصمه جديده بدل العاصمه اللي كانت القديمه واللي هي كانت اسمها صور، لان هي اتدمرت بسبب الحروب بتاعته مع الامبراطوريه الفارسيه. ابتدى ان هو بقى يخطط المدينه كتخطيط يوناني، اختار مهندس اسمه دينوكراتيس عشان يخطط المدينه كمدينه يونانيه. ديموقراطيس بقى قسم المدينه لخمس احياء. لو هنبص دلوقتي كان دايما المدن اليونانيه فيها مقامه على شارعين، شارع طولي وشارع عرضي. عمل نفس النظام هنا، الشارع العرضي من الشرق للغرب والشارع الطولي من الشمال للجنوب، والشارعين دول بيتقاطعوا بزاويه قايمه، وكل الشوارع الثانيه الصغيره برضو بتتقاطع، بتبقى حاجة شبه رؤية الشطرنج كده شوية، بتبقى عبارة عن مربعات صغيرة بين الشوارع وبعضها. قسم المدينة لخمس أحياء، أهمها هو الحي الملكي اللي هو في شمال المدينة. شايفين الفنارة؟ منارة اسكندرية القديمة، دي طبعا كانت الهدف منها إن هي بترشد السفن بالإضاءة أثناء الليل. الفنار ده كان موجود في حي اسمه الحي الملكي، وتسمى الحي الملكي لأن كان في مجموعة من القصور الملكية، عشان كده تسمى بالحي الملكي. وده كان من اهم الاحياء اللي موجوده في الفتره دي. ديموقراطيس قسم الخمس احياء دول، اداهم اسماء اول خمس حروف من اللغه اليونانيه اللي هي الفا بيتا جاما دلتا ابسيلون، علشان يعني حب ان هو يفرض شويه الثقافه اليونانيه واللغه اليونانيه على الشوارع، وكمان كان بيسمي اسماء الشوارع على الملوك المشهورين في الفتره دي. بعد كده عندنا الحي الثاني، وده كان عايشين في الفترة دي، وكان في جالية يهودية كانت برضو بتسكن الشارع. أما بالنسبة لمنتصف المدينة ده كان حي المقابر، كان حي المقابر الملكية، وإحنا بنسميه سوما لأن كلمة سوما باللغة اليونانية يعني مقبرة. المفروض إن مقبرة الإسكندر الأكبر المفروض إنها حي المقابر الملكية، يعني في منتصف المدينة. أما بالنسبة للحي المصري فده كان حي في جنوب المدينة اللي هو بيقابله دلوقتي حي كوم الدجة، وده كان مخصص للمصريين. آخر حي كان اسمه حي الموسيون. عارفين ايه هو الموسيون؟ اللي هو كدار علوم او كان ملحق بالمكتبه، كان حاجه كده شبه الجامعه، كان فيها مجموعه كبيره من العلماء من جميع انحاء العالم كانوا بيجوا اسكندريه ويبتدوا ان هم يدرسوا في الحي ده، وده كان اصغر الاحياء مساحه، وكان موجود جنوب الحي الملكي، هنلاقيه جنوب الحي الملكي وكان مساحته صغيره. بعد كده كان في مشرف على المدينه على اشراف البناء بتاعها، حب ان هو يوسع المدينه وضم جزيره فاروس. شايفين الجزء الاصفر المنفصل عن المدينه دي؟ جزيره فاروس حب ان هو يضمها للمدينه عن طريق جسر. الجسر ده اللي هو الخط الرفيع ده اسمه الهيبتا ستاديوم، وتسمى الهيبتا ستاديوم معناه السبع ستاديوم. ستاديوم دي كانت وحده قياس يونانيه، يعني هو المساحه بتاعته سبع ستاديوم. الجسر ده لما اتبنى اتعمل وميناء غربي. الميناء الشرقي كان مطل على الحي الملكي، فعشان كده كان هو اشهر المواني اللي كانت موجوده. اما بالنسبه للميناء الغربي فهو ده الميناء اللي احنا بنستخدمه دلوقتي في اسكندريه. هنلاقي برضو ان كان في حاجه بتخدم المدينه اللي هو فرع ديني الجنوبي الازرق ده كان بيمد المياه، بيمد المدينه بالمياه العذبه.
بقى، وكده اصبحت مدينه صالحه للسكان، وكده اصبحت من اشهر المدن في العالم القديم، وظلت اسمها مدينه اسكندريه لغايه الفتره دي. بعد كده ابتدوا ان هم يحاولوا كل المدينه مجموعه من الاسوار علشان يحموها من الغزو الخارجي. خدت مدينه اسكندريه شهره كبيره في العصر اليوناني، او بنسميه العصر الهلينستي. عارفين العصر الهلينستي بيبتدي امتى وبينتهي امتى؟ بنهايه، لا مش هو بنهايه، هو مين؟ مش نهايه عصر البطالمه. احنا عارفين ان الاسكندر اول ما ابتدى ان هو يعمل الفتوحات بتاعته بنسمي من اول العهد الاسكندر العصر الهلينستي. بعد كده لما الاسكندر بيتوفى بيبتدي ان هو يقسم الممالك بتاعت الاسكندر لثلاث ممالك، مملكه البطالمه ودي كانت في مصر، مملكه اسمها مملكه السلوكيه ودي كانت في مرة في سوريا، ومملكه مقدونيا اللي هي كانت المملكه الانتيوكيه نسبه للملك انتيوكوس الثاني. الثلاث ممالك دول بيقولوا ان كل مملكه تسقط فتره مختلفه عن المملكه الثانيه. اخر الممالك اللي سقطت هي مملكه البطالمه، وبسقوط مملكة البطالمة بينتهي العصر الهلينستي ويبتدي عصر جديد اللي هو العصر الروماني، اللي من أول حكم يوليوس أوغسطس أو أوكتافيوس لغاية الفتح الإسلامي. تمام؟ إحنا كده خلصنا شرح الجغرافيا، حد عنده سؤال؟ وهنلاحظ هنا إن هي ما عليهاش أي أنواع من الزخرفة، وهي بتتميز إن هنا لونها أسود، ودي كانت بداية صناعة الفخار في العصر الهلينستي. في الفترة دي كانت بتتميز الفخار اللي هو كان لونه أسود. طبعا الفخار كانت الماده المتاحه في العصور القديمه ان هم يصنعوا منها الاواني اللي بيستخدموها في الطعام والشراب. بعد كده ابتدوا ان هم يعملوا بعض الزخارف زي الثلاث زمزميات دول، عليها زخارف دقيقه، وده دليل على دقه صنع الفخار في الفتره دي. الاواني دي اللي بتشبه الزمزميات كانت بتستخدم لحفظ النفس. في بعض الاواني الفخاريه اللي بترجع للعصر اليوناني هي اسمها أنفرا. الأنفرا دي بتاخد الشكل ده، شايفينه؟ كل دي اسمها أنفرا، عبارة عن إناء فخاري للأيادي بالشكل ده. بالنسبة للتكنيك الصنع بتاعه أو الزخرفة اللي اشتهرت فيه الأنفراد، كان في اتنين يا جماعة أنا سامعة صوت ورا، ستايل الزخرفة بتاعت الأنفراد كان في نوعين، نوع اسمه الريل فيجر اللي هي شايفين آخر إناء، لأن الرسمة بتبقى باللون الأحمر على أرضية سودا. اما البلاك فيجر دي اللي جنبها الرسومات بتكون سودا على ارضيه فاتحه، ودي كانت دايما الطرز اللي كانوا بيستخدموها في رسوم الاشكال على الاواني الفخاريه، ودي كانت طبعا بدايتها في العصر الهلينستي، واستمرت استخدام الطرز دي في العصر الهلينستي علشان دي كانت الطرق المتاحه لتصوير المناظر الاسطوريه اللي كانت بتبقى موجوده على الاواني. بعد كده عندنا مجموعه من الابواب برضه مصنوعه من الفخار وعليها الزخارف الباردة، ودي برضه بترجع للعصر الهلينستي. بالنسبة للأواني الزجاجية دي بترجع للعصر الهلينستي، بس طالما احنا بنتكلم على الزجاج، الحضارة الفرعونية هي أول حضارة عرفت صناعة الزجاج، وكانوا بيستخدموا أسلوب النفخ في الصناعة، نفس الستايل اللي بيستخدموه دلوقتي في صناعة الزجاج. اليونان لما جم مصر أخدوا نفس تكنيك الصناعة وعملوا مجموعة من الأواني شبه الأواني دي، ودي دلوقتي هي بتشبه انابيب الاختبار اللي احنا بنستخدمها دلوقتي في المعادن، بس هي زمان كان الاستخدام بتاعها ان هي كانوا بيحفظوا فيها الزيوت والعطور. اخر مجموعه في الفاترينا دي اطباق بقى بترجع للعصر الروماني. هنلاحظ ان هنا لون الفخار مختلف عن الفخار العادي، هو هنا لونه احمر، لان دايما الفخار الروماني هو كان اسمه التيرا سيجيلاتا، اسمه التيرا سيجيلاتا يعني جاي من الطينه الحمراء، لان كان دايما الفخار الروماني بياخد اللون ده. دي بترجع ليه المجموعه دي للعصر الروماني في مصر، كانت مصر مستورده من ايطاليا في الفتره دي، علشان كده لونه مختلف عن الفخار الروماني. صنعوا منه مجموعه من المسالك، طبعا المسالك دي ما كانتش موجوده في العصر الفرعوني، هو ابتداع يوناني ان هما كانوا حابين يعملوا وسيله للاضاءه عشان طبعا يقدروا يستخدموها في المقابر والمنازل بشكل سهل. ابتدى ان هما يصنعوا المسارج دي من الفخار، ودي اشكال المسارج هي بالظبط نفس فكره الاناديل او لمط الجاز العادي، بتصنع من الفخار وبتتشكل يا اما على العجله الفخاريه او بيعملوها عباره عن اجزاء جنب بعضها، وفي الاخر بيتم لصقها وحرقها او تنشيفها في الشمس بتظهر بالشكل ده. هي دايما بتاخد شكل الصدفه او الشكل المدور ده، مختلفه في الاشكال والزخرفه،
بس الفكرة الصناعه بتاعتها زي ما احنا شايفين ان هي هنا فيها فتحتين، واحده منهم بيتحط فيها كميه من الزيت، والفتحه الثانيه بيتحط فيها فتيل او خيط شبه الخيط اللي في الشمعه، وبكده بتفضل ان هي بيتم اناره الخيط ده، وبعد كده من فتره للتانيه بيتم تغيير الزيت، وبكده بتبقى هي وسيله الاضاءه اللي كانت متاحه في الفتره دي. برضو هي ما كانتش وسيله اضاءه بس كانوا بيستخدموها في الطقوس الدينيه مع المتوفي او في بعض المعابد، واستمرت صناعتها في العصر الهلنستي والروماني. وهنروح برضو في الحضاره الاسلاميه هنلاقي مجموعه من المسارك، بس في منها بقى مصنوعه من المعادن مش من الفخار، كانت مصنوعه من البرونز. هي هنا مختلفة في الأشكال، في منها عليها زغرفة الخطوط، وفي منها اللي معليهاش أي زغرفة، واللي فوق ده فانوس روماني أو حاجة شبه المسرجة، بيبتدوا إن هم في فراغ من وراء الفانوس ده، بيبتدوا إن هم يحطوا جوه الفانوس ده مسرجة تانية صغيرة، ده كان بيرجع للعصر الروماني ومرسوم عليه بعض الأشكال الأسطورية. دي كانت وسائل الإضاءة اللي كانت موجودة في العصر اليوناني والروماني. ممكن ندخل القاعة اللي جوه. اسمها قاعة الأنفورات. احنا قلنا الأنفورة هي عبارة عن إناء فخاري بياخد كذا شكل. الشكل اللي قدامنا دي أنفورات كبيرة الحجم، لأن هي كانت بتستخدم في التخزين، كانوا بيخزنوا فيها النبيذ. زي ما احنا شايفين هي كبيرة الحجم، شكلها مخروطي وفيها مجموعة من الحظوظ، وفي منها اللي ليه الأيادي. لو سمحتي ممنوع لمس الأصابع. هنلاحظ ان هي شكلها من تحت غريب شوية. كان الهدف من الشكل ده ان هي كانت بيتم في تصدير فيها بعض النبيذ لخارج البلاد في السفن، فكان يقال ان هي اتعملت بالشكل ده علشان ما تاخدش مساحات كبيرة على السفن، وكان طبعا بيتحطوا بين كل انفورة والتانية زي اسفنج او مواد لينة بحيث ان ما يحصلش احتكاك بين الانفورة. المجموعة دي بترجع للعصر الروماني وهي محلية الصنع. اما المجموعة اللي هناك ممكن انتوا في مكان بتشوفوها دي بقى بترجع للعصر الهلنستي، ودي كانت من ضمن الاثار الغرق اللي اتلقت في منطقه ابو قير، وبرده كانت بتستخدم في تخزين النبيذ، لكن هي مستورده من خارج مصر خلال العصر الروماني. وبين منف ده جامع الامبراطور اوغسطس اول ما جه مصر في بدايه العصر الروماني. زي ما احنا شايفين التمثال واخد الوقفه بالرغم ان هو بيرجع للعصر الروماني، وده دليل على استمرار ملامح النحت الفرعوني خلال العصر اليوناني والروماني. هنلاحظ ان التمثال ده فيه مجموعه من الملامح الفرعونيه للنحت والملامح اليونانيه والملامح الرومانيه. نبتدي بالملامح الفرعونيه، طبعا هي من خلال وقفه التمثال، ان دايما دي الوقفه المصريه اللي اشتهرت بيها تماثيل الذكور في العصر الفرعوني، ان هو دايما بيقدم قدم عن قدم. الوقفه دي كانت بتعكس قوه ثبات الشخصيه المتصوره في التمثال. غير كده ان احنا عارفين ان الفراعنه دايما كان الهدف من التماثيل ان هي تبقى تصمد للحياه الاخرى، علشان كده كانوا بيهتموا بتامين التمثال اكتر من الناحيه الجماليه. دايما نلاقيهم عاملين قاعده للتمثال ودعامه، في دعامه خلف التمثال علشان تقدر ان هي تحميه من اي تلف في لغايه لما يوصل للحياه الاخرى. دي الملامح الفرعونيه اللي موجوده. الملامح اليونانيه التاج المرتديه القائد، ده تاج اسمه من الغار، ده دايما معروف في الفن اليوناني، كان بيرتدوه المنتصرين في الالعاب الرياضيه او الناس اللي ليهم اعمال او امجاد، بيحبوا ان هم يكرموهم فبيرتدوا التاج ده. الملامح الرومانيه بقى من خلال الواقعيه اللي كانت على ملامح التمثال، دي واقعيه رومانيه، كان دايما الرومان بيبيعوا التماثيل ما فيهاش نوع من الجمال زيها زي التماثيل اليونانيه، بس كانوا بيقربوا للواقعيه اكتر. ومن خلال الملابس اللي هو مرتديها، دي ملابس رومانيه. شايفين هو هنا ماسك في ايديه حاجه، دي دايما كانت بتبقى موجوده في التماثيل الفرعونيه، بيقال ان هي ممكن تكون تميمه او حاجه بتحميه من الشرور اللي كانت تبقى موجوده، بس يعني هو راي مش مؤكد. ترجع للعصر الهلنستي، بس هي بتمثل الهه فرعونيه، وده دليل طبعا على استمرار الديانه الفرعونيه في العصر اليوناني، الى جانب ظهور بعض الالهه الجديده. طبعا احنا عارفين ان الثالوث المقدس كان عند الفراعنه كان مكون من الاديس والاله خورس، بس هنا واخدين اشكال مختلفه شويه. هو هنا الاله اوزوريس هنا واخد نفس الشكل الفرعوني، ان هو ممسك الصولجان مرتدي التاج اللي بيعلوه الكوبرا عشان الحمايه، وهو كان اله العالم السفلي واستمرت عبادته برده في العصر اليوناني او العصر الهلنستي.
الإله إيزيس هنا هي ظاهرة بالستايل الفرعوني، إن هي مرتدية تاج الإله حتحور اللي هو عبارة عن قرص الشمس بين قرون البقرة، وهي برضو حية الكبرى بتعلو مقدمة رأسها، وهي هنا بتطعم طفلها حورس لأن هي كانت إلهة الأمومة والطفولة في الفترة دي. الإله حورس اسمه حورس في العصر الفرعوني، واسمه هيربوكراتيس أو هيربوكرات في العصر اليوناني. هو ده التمثال الإله حورس أو هيربوكرات، بس هنا على الهيئة اليونانية مع امتزاج مع الهيئة الفرعونية. الهيئة الفرعونية هنا ظهر من خلال غطاء الرأس اللي هو النمس اللي بيعلوه الكبرى، والهيئة اليونانية من خلال الملابس والوقفة بتاعت التمثال. طبعا الملابس اليونانية دايما الفنان لما كان بيصورها في النحت كان دايما بيحب يظهر ثنايا الملابس عشان يبين دقة النحت اللي كانت واصلة ليها الحضارة اليونانية في الفترة دي. طبعا هنا هو وضع صبعه في فمه دليل على ان هو اله الطفولة في الفترة دي. الثالوث المقدس ده حصل له شوية تغييرات في العصر البطلمي، لان البطالمة لما جم مصر حابين ان هم يقربوا الديانة اليونانية والديانة المصرية، فبدل الثالوث المقدس ما كان مكون من اله أوزير وإيزيس وحورس، اصبح مكون من اله جديد اسمه سيرابيس، وده التمثال اللي ورانا ده. الاله سيرابيس والاله إيزيس والاله حورس. بالنسبة لإله إيزيس احنا شفناها دلوقتي بالهيئة الفرعونية، هنشوف لها تماثيل تانية ظهرت بالهيئة اليونانية. اما بالنسبة لإله سيرابيس التمثال اللي قدامنا ده بيرجع لي العصر البطلمي، وده كان موجود في مدينة اسكندرية. هو البطالمة حب ان هم يبتدعوا ديانة جديدة. الاله سيرابيس ده كان بيجمع بين الاله زيوس وهو كان كبير الالهة عند الفراعنة، والاله عند اليونان سوري، والاله أوزير. الشكل اللي قدامنا ده الشكل الادمي لاله سيرابيس، لان هما عملوا له شكلين، شكل حيواني اللي هو عباره عن عجل ابيس، والشكل الادمي اللي هو سيرابيس اللي قدامنا ده. هو هنا بيشبه الاله زير شويه، لان الاله زير زي ما انتم عارفين ان هو كان دايما بيصوروه في النحت كانه رجل مسن بلحيه، واخد نفس شكل الاله زيوس. هنلاحظ هنا ان في دقه في ملامح الشعر. في بعض العلماء بيقولوا ان الخصلات اللي اعلى جبهه الاله سيرابيس هما خمس خصلات، اول خمس خصلات بيدلوا على الخمس احياء اللي هما دي الاسكندريه اللي احنا قلناهم على الفرق. بالنسبه هنا بقى لصناعه التمثال ده هنلاحظ ان هو مش مكون من كتله واحده، بس هو عباره عن اجزاء. هنلاحظ ان في فراغ بين الرقبه وبدن التمثال، وفي كمان فراغات في الاكتاف. ده دليل ان هما كانوا بيعملوا تمثال على كذا جزء وفي الاخر خالص بيجمعوه. بس السبب في كده ان هما كانوا بيهتموا بالدقه او باظهار الشكل الجمالي للتمثال اكتر من ان هما يهموه، علشان كده معظم التماثيل اليونانيه هنلاقي منها اجزاء. في بعض التماثيل اليونانيه معظمها بيكون فاقد الاطراف لانها بتبقى اضعف حته في التمثال. الامبراطور كاراكالا امبراطور روماني حكم مصر في اواخر العصر الروماني، بس التمثال ده معمول على الستايل الفرعوني ان هو كتله واحده الايادي الملصقه بالبدن، وكمان هو ظاهر بالنمس او غطاء الراس الفرعوني اللي بيعلوه الكبرى. بس هنلاحظ ان ملامح التمثال غريبه شويه، ان هو غاضب لان الامبراطور كاراكالا كان من الملامح. هنا ملامح غاضبه الفنان حب ان هو يظهرها، لان المصريين في الفتره دي كانوا بيكرهوا الحاكم ده لان هو كان ظالم وكان دايما بيفرض ضرائب كتير جدا على المصريين، وكان المصريين واخدين الامبراطور ده ماده للسخريه ان هما كانوا دايما بيسخروا منه، والامبراطور حب ان هو يعاقب المصريين وخاصه الاسكندريين، لان كان في منهم مجموعه من الثوار في مدينه اسكندريه، حب ان هو يجمعهم في مكان الجيمنازيوم، ده كان مكان للالعاب الرياضيه وبرده الاجتماعات السياسيه. جمعهم كلهم بهدف ان هو قال لهم هلبي المطالب بتاعتكم، واول ما اجتمعوا واكتمل العدد ابتدى ان هو يعمل مذبحه وقتلهم كلهم في الجيمنازيوم. هو مش فاكر الحاجه اللي وهذه كانت حاجات حزينه يعني. لا هي المقبره دي في ليها كذا راي، بيقولوا ان هم الفرسان كانوا حابين ان هم يدفنوا بالخيول بتاعتهم، وفي راي تاني بيقول ان دي مذبحه، بس هي المذبحه كانت موجوده. المذبحه موجوده بس الكاتاكومب هي اللي بيختلفوا عليها. بس هي قدامنا دي هي مجموعه من شخصيات كبيره في الحجم، هي مجموعه الفنادق. فمش تنظرة لان هي مجموعه كبيره من التماثيل دي موجوده في مدينه تنظرة في الجيش.
التفاصيل كانت عبارة عن خمس سيدات أو فرشيات كانت بتعكس الموضة اللي كانت موجودة في العصر الهلنستي. هي دي الملابس اللي كانوا بيرتبوها في العصر الهلنستي، ودي ملابس يونانية كانت عبارة عن قطعتين، قطعة اسمها خيتون وقطعة اسمها هيماتشو، طبعا مختلفة في الألوان، ودي شكل الملابس اللي كانوا بيرتبوها في الفترة دي. كانت الاسكندر في فترة الشباب، وطبعا احنا عارفين ان الاسكندر اتوفى سنه صغير، كان حوالي 33 سنة، فعشان كده معظم البرتوهات بتاعته بتركز في السن ده. هنلاحظ ان ملامح الفن اليوناني ظاهرة في التمثال من خلال تسريحة الشعر، وكمان الملامح اللي حوالين العين هنلاحظ ان في ظل حوالين العين، الظل ده كان مقصود به في التماثيل اليونانية، ان هي زي الفنان حب يقول ان الاسكندر بيبص الى ما وراء الواقع، ودي النظرة كانت دايما اشتهرت بيها تماثيل الاسكندر. والفنان اللي عمل التماثيل الاسكندر ده كان دايما بيتسم ان هو بيعملها بنوع من المثالية، لان هو كان حابب يوصل الاسكندر في التشكيل بتاعه كأنه اله مش كأنه بشر. شايفين الايد اللي قدامنا دي؟ دي بترجع للعصر الهلنستي، لمدرسة نحتية كانت متخصصة في اسكندرية في المنحوتات العلمية، كانت حابة ان هي تعمل اجزاء جسم الانسان عن طريق تماثيل زيها زي الايد الصغيرة دي والقدم، حابين ان هما يعرضوا ايه هو الجانب التشريحي للجسم الانسان اللي هو بيركزوا على جزء واحد بس بالتفاصيل. يعني هنا الصوابع باينة جدا، لو بصيتي من ورا هتلاقي العروق بتاعة الايد باينة. هما حابين ان هما يعكسوا التقدم العلمي اللي كان موجود في الفترة دي، وان هما قدروا يوصلوا لاجزاء جسم الانسان ويشرحوها ازاي، حابين يعكسوها على التماثيل. اوكي بس ورا شوية كده. لو بصينا بقى للتمثال ده، ده تمثال الاله ايزيس بس بيرجع للعصر اليوناني، بس هي هنا مش على الهيئه الفرعونيه، ولكن هي هنا على الهيئه اليونانيه. زي ما احنا شايفين هي مرتديه الملابس اليونانيه اللي هم قطعتين خيتون وماتشو. بنتعرف على تماثيل الاله ايزيس من خلال العقده اللي بتبقى موجوده في الملابس بتاعتها. طبعا انتوا عارفين قصه ايزيس ان هي جمعت جسد جوزها، فكانت عملت عقدة من الملابس بتاعتها عشان تجمع فيه الأجزاء دي، واشتهرت بالعقدة دي، والعقدة دي تسمت عقدة الأسرار أو عقدة إيزيس المقدسة، وكانت دايما بتظهر في التماثيل بتاعتها. البورتري ده بورتري لمحارب روماني، وهو هنا مرتدي الخوذة الرومانية، وده الشكل اللي كان بيظهر عليه المحارب الروماني في العصر الروماني. شكرا. قطعة موزايك. طبعا فن الموزايك ده فن يوناني ما كانش موجود في العصر الفرعوني. في العصر الفرعوني ممكن نلاقي بعض الترصيعات من الاحجار على الحوائط والاراضي، بس كفن متكامل ما كانش ظاهر في العصر الفرعوني، كان ظاهر في العصر الروماني اليوناني، واستمرت صناعته للعصر الروماني. كانوا بيعملوه مجموعه من الاحجار صغيره تترص جنب بعضها بمواد لاصقه، وفي الاخر بيبتدوا ان هم يزينوا منتصف اللوحه ببعض الاشكال الاسطوريه اللي موجوده. كانوا بيستخدموا الموزايك في تزيين الحوائط والاراضي، في المقابر والمنازل والقصور، وكانوا دايما بيحبوا يتصوروا شخصيه اسطوريه اسمها الميدوزا اللي هي الشخصيه اللي قدامنا دي على الموزايك، اعتقادا منهم ان الميدوزا هتحمي المكان اللي فيه قطعه الموزايك دي من اللصوص، لان اسطوره الميدوزا كانت بتقول ان هي اتعاقبت من الالهه وتحولت للشكل القبيح اللي احنا شايفينه ده. الشعر بتاعها كان عباره عن تعابين، والعينين شكلها جاحظ، وكانت دايما الناس كلها بتنفر من الميدوزا، لان كمان كان اي حد بيبص للميدوزا كان بيتحول لحجر. بعد كده جاء شخص اسطوري اسمه بيرسيوس قضى على شر الميدوزا. ابتدى ان اليونان بيحبوا الاسطوره دي وبيصوروها على قطع الموزايك اللي كانت تبقى موجوده في المنازل والمقابر. هنا مجموعه كبيره منها موجوده في الحضره. كان الهدف من الاواني دي ان هي كانت مكتبه بعد الوفاة ما كانوش بيدفنوا الموتى، ولكن كانوا بيحرقوها، وكانوا بيحتفظوا بالرماد المتوفي بيعبوه في الاواني. كان في مجموعة من اليونان اللي هم كانوا عيلة القوم اللي كانوا عايشين في اسكندرية، كان الأسهل ليهم ان هم بدل بعد الوفاة بدل ما ينقلوا الجسد لو حابين ان هو يدفنوه في بلدهم الأصلية في اليونان، كان الأسهل لهم ان هم ينقلوا الإناء اللي فيه رماد المتوفي. وطبعا الرماد كانوا بيتم رصده جوه الإناء بترتيب أجزاء جسمه. بعد كده بيتقفل زي الاواني دي، وبيتم زمرفة الاواني دي الاشكال الاسطورية او الاشكال الفلسفية زي ما احنا شايفين. في منهم كانت بيزينها في تيجي ار على عمق الاناء، بس ده يكون ار لوحده.
كان قاعد بيمشي على الابناء اللي هو صنعه من خلال ان هو بيكسب بعض الشعب بيقولها بيقتلوا على الابناء. والاواني دي كانت مشهوره في العصر المصري وما لقيناش اواني منها في العصر، وكانت بتدفن عن طريق مقابر بيعملوها عباره عن فتحات شبه مشرحه يتم وضع الاواني دي. التمثال اللي قدامنا ده تمثال لسيدة رومانية عبارة عن شاهد قبر عبارة عن غطا تابوت. الهدف من التمثال ده ان هو منحوت على نفس شكل الانسانة المتوفية، عشان الرومان كان عندهم عقيدة البعث والخلود زيهم زي الفراعنة، كانوا حابين الروح لما تيجي في الحياة الاخرى تعرف على الجسد من خلال شكل التمثال. هي هنا مرتدية ملابس اليونانية وماسكة في ايديها حاجة. الاداة دي هي للأسف نصها مكسور، بس بعض العلماء بيقولوا ان هي كانت قرن الخيرات. عارفين قرن الخيرات؟ هو كان حاجة دايما المتوفي كان يحب ان هو يتصور بيها، اعتقادا ان القرن ده هيجيب له سعادة ومرح في الحياة. الميدالية اللي قدامنا دي بترجع للعصر اليوناني، وهي مصنوعة من الرخام، بس الإطار الخشبي ده إطار احنا عاملينه علشان نقدر نحافظ على الميدالية. الميدالية دي كانت أول بداية الهدايا في الألعاب الرياضية. احنا دلوقتي عندنا ميداليات صغيرة، هي دي كانت أول فكرة للهدايا الرياضية، ان هي كانت ميداليات كبيرة الحجم. طبعا اليونان هم اول ناس عملوا الالعاب الاولمبيه وكانوا متفوقين جدا في الرياضه، فكان دايما يعملوا بعض الجوائز منها الميداليات دي. الحاجات المتصوره عليها، انتوا طبعا عندكم في الحضاره الفرعونيه الاله بس، ده كان اله السعاده والمرح. اللي كان بيقابله او اللي شبهه شويه في الحضاره اليونانيه كان الاله ديونوسوس. الاله ديونوسوس ده كان اله الخمر وكان اله المسرح في الوقت ده. كان ليه اتباع من الذكور واتباع من النساء. هنا متصور اتباع الاله ديونوسوس، هنا احد اتباعه من النساء، وهي هنا ممسكه في ايديها زي شخشيخه لان كانت بيستخدموها في العروض المسرحيه. ولو بصينا الناحيه الثانيه هنلاقي احد اتباع الاله ديونوسوس من الرجال وممسك في ايديه قناع. القناع ده كانوا بيستخدموه في العروض المسرحيه، علشان كان الاله ديونوسوس هو اله المسرح، فعلشان كده الاتباع بتوعه ماسكين حاجات او مخصصات من الاله ديونوسوس. هنا هنشوف مجموعه من الاقنعه اسمها الأقنعة الجنائزية، ودي بترجع للعصر الروماني. الأقنعة الجنائزية دي كانت بتوضع في المقابر بجوار جسد المتوفي، هي شبيهة ببورتريهات الفيوم. الصوت ده عندنا ولا بره ولا ايه؟ لو بصينا للأقنعة دي هنلاقيها ان هي شكلها واقعي شوية، لان كان الهدف من الفنان اللي صنع الاقنعه دي ان هي تبقى تاخد نفس شكل الانسان المتوفي وتتحط في المقبره بتاعته، زيها نفس فكره شاهد القبر، ان هم حابين يساعدوا الروح لما تيجي في العالم الاخر تقدر تتعرف على جسد المتوفي من خلال شكل الماسك ده. الماسكات دي مصنوعه من ماده الحجر الجيري، والعيون لو بصينا فيها هنلاقيها مطعمه بالزجاج، ان هو حب ان هو يحطها من الزجاج عشان تدي اللمعه الطبيعيه ويوصل لاقرب شكل للواقع، عشان يقدر كانه بالظبط حاطط صوره للمتوفي في المقبره بتاعته. هنشوف دلوقتي موميا. الموميا دي لطائر اسمه ايبس. الطائر ايبس ده كان طائر نفس الحجم اللي احنا شايفينه ده، كان طائر شبيه بابو منجل، كان بيساعد الفلاح في الحقل وعشان كده المصري عبده، وكان مخصص ان هو اله الحكمه. استمرت عبادته من العصر اليوناني والعصر الروماني، والموميا دي بترجع للعصر الروماني، وهي هنا ملفوفة بلفائف من الكتان، لان مادة الكتان هي اللي كانت المادة المتخصصة في التحنيط. ده دليل بقى ان الرومان عرفوا فن التحنيط زيهم زي الفراعنة. وممكن يكون في بعض الكهنة المصريين تم توريث مهنة التحنيط لابنائهم اللي عاشوا في العصر الروماني وهم اللي قاموا بالتحنيط ده، بس احنا ما لقيناش مومياوات كتير بترجع للعصر الروماني زي ما لقينا في العصر الفرعوني. قطعه الموزايك اللي ورانا دي بترجع للعصر البطلمي، وهي هنا مصوره ملكه، هي زوجة الملك بطلميوس الثاني. بعد اذنك دي ملكة. طب انتوا يعني مش عارف زوجة بطلميوس الثاني. الواضح او الشيء المميز في الصوره دي اعلى
اقوى من مدينة السفينة. الفنان حب هنا ان هو يصور مدينة السفينة دي لان دي كانت مقدمة السفينة. دي بتدل على الانتصارات البحرية اللي كانت موجودة في الفترة دي. في الفترة دي كانت منطقة اسمها جوف سوريا اللي هي قريبة من فلسطين دلوقتي، كان دايما عليها نزاع بين مملكة اللي احنا قلنا عليها السلوكية اللي كانت مقررة في سوريا وبين مصر اللي هي مملكة البطالمة. قامت عليها حروب كتير جدا في الفترة دي، بس في خلال عهد الملك بطلميوس الثالث كانت الانتصارات لمصر وكانت انتصارات بحرية، علشان كده الفنان حب يظهر مقدمة السفينة دي. في الفترة دي الملك كان مشغول بالحاجات الخارجية وزوجته هي اللي كانت ماسكة الحكم داخل مصر، علشان كده تكريما لها كانت بتظهر على لوحات الموزايك. بالنسبة للصناعة بتاعت الموزايك نفس الفكرة، ان هي مجموعة من الاحجار بتترص جنب بعضها بألوان مختلفة، وفي الاخر في منتصف اللوحة بيتم تزيينها باحد الاشكال الاسطورية او اشكال الملوك. القاعة اللي احنا فيها دي قاعة مخصصة للاثار الغرقة. القطع اللي هنشوفها دي قطع تم انتشالها من اسكندرية من منطقة الميناء الشرقي اللي هي عند قلعة قايتباي ومنطقة أبو. هنشوف دلوقتي بعض الصور. الصور دي اتخذت وقت اكتشاف التماثيل وهي تحت المية، منها الصورة دي تمثال لكاهن الإله إيزيس. التمثال ده بيرجع للعصر الهلنستي، لأن احنا قلنا استمرت عبادة الإله إيزيس للعصر الهلنستي، وهو هنا مبتدي ملابس يونانية، والفنان حب يظهر ثنايا الملابس زي ما احنا شايفين. هو هنا ممسك في ايديه اناء. الاناء ده في بعض الاراء بتقول ان هو اناء كانوبي كان مخصص من ضمن الاواني الكانوبية اللي كانت مخصصة للتحنيط، لان الكهنة هم اللي كانوا الفئة اللي كانت مخصصة او وظيفتها هي التحنيط، عشان كده ظهر مع الاناء ده. في رأي تاني بيقول ان هو اناء اوزيري كان بيتملى بمياه النيل وكان بيستخدم في الطقوس الدينية لعبادة الإله إيزيس. الصورة دي لتمثال على شكل أبو الهول بيرجع للعصر البطلمي. التمثال ده بيرمز لأحد الملوك البطالمة اللي حكموا مصر في الفترة دي. البطالمة زيهم زي الفراعنة كانوا حابين يتصوروا على هيئة أبو الهول، يعني عشان يقدروا يعني يقولوا للشعب ان هما بيجمعوا من القوى الفكرية والجسدية زي بالضبط الملوك الفراعنة لما كانوا بيتصوروا على هيئة أبو الهول. الصورة اللي ورانا دي فيها مجموعة من العملات ضمن الآثار الغرقة، بس هي بترجع للعصر الإسلامي، ولو بصينا على النقوش اللي عليها هنلاقي لا إله إلا الله محمد رسول الله. طبعا طبقات الآثار الغرقة تحت بتكون من الأقدم للأحدث، يعني بنلاقي مثلا الحاجات الخاصة بالعصر اليوناني تحت وفيها العصر الروماني وبعد كده العصر الإسلامي والعصر الحديث. دي مش معمول لها عملية ترميم، حابين ان احنا نعرضها بدون عملية ترميم عشان تبين شكل الآثار وهي تحت المية قبل عملية الترميم بيبقى شكلها ازاي. بعد كده بيتم معالجتها او بعض المواد او بتتحط في احواض كبيرة من المية اللي هي عملية بتسمى عملية التحلية، ان هم بينزعوا منها الاملاح اللي موجودة وبتطلع بالشكل العادي ده. والمغرفتين دول بيرجعوا للعصر الهلنستي. الطبق ده بيرجع للعصر الاسلامي برضو من ضمن الاثار الغارقة، بس هنلاحظ ان الفخار هنا ملون لان هو كان بيرجع للعصر الاسلامي وابتدى ان هم يطوروا صناعة الفخار في العصر الاسلامي ده، لان ده ضمن الاثار الغارقة. ما هي القاعة دي بتضم مجموعة من اثار الغارقة، بس هنلاقي فيه اثار حديثة بترجع للعصر البيزنطي واثار اسلامية، بس حطيناها هنا جنب بعضها بحيث ان هي تكون ضمن موضوع الاثار الغارقة. المراية دي بترجع للعصر الهلنستي وهي مصنوعة من معدن البرونز، بس طبعا هي هنا فقد شكلها الأصلي بسبب أملاح المية لأن فقدت شكلها كمراية. هنشوف مجموعة من العملات دلوقتي ضمن الأثار الغارقة. الستاند الأول في مجموعة من الفضة والبرونز بترجع للعصر الهلنستي. الستاند الثاني في مجموعة ذهبية بترجع للعصر اليوناني والبيزنطي، مجموعة من العملات. اما بالنسبة للحلي اللي في النص ده بيرجع لعصر الهلنستي، ودي عبارة عن خواتم اطفال ومعلقات كانت تتحط في الكولادات وكلها ضمن الاثار الغارقة. احنا قلنا الاثار الغارقة فيها جزء من الاثار الحديثة. طبعا اسطول نابليون في الحملة الفرنسية غرق في ميناء اسكندرية في منطقة ابو قير في اسكندرية، فكان معاه مجموعة من العملات، هي دي العملات الذهبية اللي كانت مع الاسطول الفرنسي، ومعاه ساعتين الجيب دول، ساعة من الذهب وساعة من الفضة. دي عملة اسلامية بترجع للعصر الاسلامي اللي هي اول واحدة فوق، لكن الباقي كله بيظبط. مجموعة الادوات دي برضو بترجع من ضمن الاثار الغارقة، وهي هنا اناء مصنوع من مادة اسمها الالاباستر، ده كان مخصص لحفظ الزيوت والعطور عشان كده كان شكله طويل.
الاناء اللي ورا الصغير ده مصنوع من الفخار، وطبعا الزغرفه اللي عليه بالاحمر فدي زغرفه الريد فيجر. ده الصوره اللي ورانا دي شكله هو اثناء اكتشاف، والاناء ده كان مخصص لحفظ الزيوت والعطور. دي ادوات او عباره عن جرن والطبق بتاعه ده كان لطحن الحبوب، وكان بيستخدم فيه الحياه اليوميه لاعداد الطعام، ويرجع للعصر اليوناني. وهو هنا برده ده من الاثار برده اليونان كان عندهم فكره التمائم اللي هي بتجلب الحظ، او التمائم اللي هي بتمنع الشرور عن الناس اللي موجود في المقابر. فكان دي مجموعه من التمائم بترجع للعصر الهلينستي على شكل حورس او حرباقات، وعلى دايما العين. حورس دي كانت من الاشكال المحببه في التمائم، واستمرت برضو من العصر الفرعوني للعصر اليوناني. وعباره عن كمان تمائم عباره عن كنتين من الفخار ملتصقين، والتمائم دي كانت بتبقى موجوده في المقابر لانها تمنع الشرور اللي كانت موجوده في الفتره دي. البورتريهات اللي قدامنا دول، الاثنين دول والتمثال اللي ورا دي، بتمثل رؤوس ملوك البطالمه اللي حكموا مصر في العصر الهلنستي او البطلمي. طبعا الاملاح بتاعه الميه خلت شكل الملامح مش باين، فاحنا مش قادرين نحدد بالظبط انهي ملك، بس هو كان كلهم بيمثلوا ملوك بطالمه متصورين على الهيئه الفرعونيه، لانهم مرتدين غطاء الراس النمس واللي هو يعلو الكوبرا علشان الحمايه. الصوره اللي ورانا دي اخر صوره، دي لتمثال الاله ايزيس، وهي برده من ضمن الاثار الغارقه. التمثال هنا هي ظاهره على الهيئه اليونانيه، والملابس بتاعتها يونانيه، وزي ما احنا قلنا قبل كده ان العقده بتبقى ظاهره في الملابس بتاعتها، اللي هي العقده عقده الاسرار او العقده المقدسه. بنعرف منها ان التمثال ده تمثال الاله ايزيس، وهي هنا تسريحه الشعر اليونانيه، والملامح كلها بتعكس الملامح الفن اليوناني.